اللي هي مثل النحاسي، الذهبي، الأحمر، البرغندي، البني المحمر والأسود المحمر. للأحسن ولا للأسوأ؟ يعني الجدل كان كبير قوي، ان هم حسوا ان لا، انهم شخص تاني خالص. طب منيح الحمد لله، معناتها عم تتبع ستايلست شاطر او شاطرة، عم بتاخد تتقبل الانتقادات، لأنه دائما الإنسان لما ينتقل من مرحلة لمرحلة ويتغير كومبليتلي باللوك، معناتها هيدا الشخص يتقبل النقد وآراء الغير اللي كانوا عم ينتقدوا إطلالته. فأكيد تبعت حدا اكسبرت خبراء في الموضوع ده، ان في بعض الفنانات ازاي بينتقل من مرحله لمرحله ثانيه خالص، في بعض بيبقى غير موفق والبعض اخر موفق. دائما بتعرفي المشكله بهوس التجميل بالفنانات العربيات تحديدا، الاجانب ما بنشوفها عندهم، بنشوفهم عم بيعملوا ريتاتش، بيعملوا كثير على فكره بس بشكل ناتشرال وطبيعي، يعني ما بيكون في اوفر، يعني حجم الشفايف بتكون مثلا هي اوريدي عندها حجم، تعطي فيلر خفيف، نحن طبعا بنضل بنحط ومنكبر لتصير الشفه اكبر من الوجه، يعني بيعملوا بتكون فنانه عربيه بدها شفايف انجلينا جولي، بتروح بتحط شي 20 ابره فيلر، بترفع وجهها، البوتوكس بيكون ما عم بيتحرك، هي على فكره جزء بارت مهم من الاطلالات، مشان هيك تطرقت لها يعني كميديكال بارت. الفنانات عم بيكونوا يا اما موفقين يا اما غير موفقين، الفنانات اللي عم بينتقلوا من مرحله غير موفقه لموفقه مثل ما قلت لك، بحس انه بيتقبلوا الراي وبيتقبلوا الانتقاد وبيكونوا موفقين مع الخبراء اللي عم يشتغلوا معهم، سواء طبيب كدكتور تجميل او مثل ما شفنا مي عز الدين بعمليه انفه، انا حسيت كثير حليت، يعني كان كثير موفقه. صحيح، هيدا عملناها بكليفلاند هوسبيتال بأمريكا بولاية كليفلاند، خبير تجميل وقف على الستيج مع طبيب ونقسم الوجه لنصين، خبير التجميل الميك اب ارتست اشتغل نص الوجه بالميك اب وطبيب التجميل بالبوتوكس والفيلر، قدر يعطينا خبير التجميل نفس الريزلت بالشد والليفتينج بالكونتورينج ولعب الإضاءة اللي اشتغله، بس ما بيصلح اخطاء عمليات تجميل وتشوهات، بس هو لا، السيده كبرت بالعمر قدر يخفي لها الشيخوخه. هيدا كتير سؤال مهم، نحن أكثر الأخطاء شيوعا بعالم الميك اب والتجميل هو الفاونديشن السميك، تغيير لون الفاونديشن، فالسيدة اللي أوريدي عندها شيخوخة لازم تنتبه لأمور كتير مهمة، أولا بدها تبعد عن كل شيء بيلمع، اي باودر بيلمع او اي شايني بالاي شادو ممكن يظهر الخطوط، بدها تروح للليكويد فاونديشن او السبراي اللي بيجي بالاير براش بالجهاز البخ، بينبخ الوجه كله بالفاونديشن، بيعطي طبقه كثير رقيقه ما بتظهر تجاعيد اتقول، طبعا بده يكون في عندنا بيز مثل الامور اللي بتنحط قبل الوجه اللي هلا كثير شائعه اللي هي هيلارونيك اسيد، مثل الامبولات من الهيلارونيك الطبيعي بنحط على الوجه فبيعمل ملمس الوجه لمده 12 ساعه اخف تجاعيد كلها هيلارونيك لانه مي. سوري السؤال، هلا دائما قبل وضع الفاونديشن لازم يكون في كريم اساس، لازم يكون في كفر بيحمي البشره، في شيء اسمه الفيكس البلس اللي هو مي بتجي بتنحط على البشره كمان قبل ما ينحط الفاونديشن، دائما السبراي الصن بلوك اللي هو الواقي الشمسي نزل منه سبراي، لانه كل سيده من نحن بننصح السيدات الشرقيات بسبب يعني طبيعه بلادنا والشمس دائما موجوده، انه بصير في عندنا تصبغات وبيجمنتيشن وشيخوخه مبكره، لانه الشيخوخه فينا نقول هي عدو، فينا نقول هي صديق، يعني صديق للبشره لما تكوني عم تاخذي منها الفيتامين دي، وعدو للبشره لانه هي سبب رئيسي للشيخوخه. فاستعمال السان سكرين او سان بلوك
بشكل سبراي فوق الميك اب كل نص ساعه بيساعد كثير السيده، وصار متوفر بالاسواق، لانه قبل كانت تعتها الهم الست انه تحط السان بلوك وتحط الميك اب. طب اذا بدها ترجع تحط سان بلوك هي وبنص القعده او بنص طلعتها يعني حينخرب الميك اب. هلا انحلت المشكله بوجود سبراي شفاف فيه واقي 50% الاس بي اف.